بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من نصف مباني قطاع غزة، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت عن تفاصيل جديدة لإعادة إعمار القطاع ضمن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصفة ما سيحدث بغزة جديدة. الصحيفة الأمريكية استندت إلى وثيقة غير منشورة قالت إن الوسطاء قدموها إلى الجانب الفلسطيني. الوثيقة تشير إلى كيفية البدء في تطبيق المقترح أو وقف إطلاق النار، وتتضمن مساراً واضح المعالم للبدء في إصلاح الدمار الذي خلفته الحرب في غزة. وبحسب الوثيقة التي تحدثت عنها الصحيفة الأمريكية، فإنه بمجرد توقف إطلاق النار مباشرة واتفاق الأطراف على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإنه ستتم إزالة الأنقاض المتناثرة في قطاع غزة، وسيبدأ العمل على توفير ما لا يقل عن 60,000 منزل متنقل مؤقت و 200,000 خيمة، وستسهل إسرائيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يومياً، نصفها سيذهب للشمال ونحو 50 شاحنة وقود من ضمنها، كما سيتم تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية والمخابز وتشغيل محطة توليد الكهرباء وسط غزة.